وما كان من الأسماء كذلك فإنه يتضمن ثلاثة أمور. ثلاثة أمور. الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. وكيف يثبت اسم من أسماء الله عند أهل السنة والجماعة؟ كيف يثبت؟ لما يأتي يعني مثلا في اسم الله الستار، نقول هو من أسماء الله الحسنى ولا لا؟ من يقول نعم؟ لا. طب كيف عرفنا؟ يعني ما هي مصادر التلقي والثبوت لأسماء الله الحسنى؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، أحسن الله إليكم. فنقول ستار وساتر وكل هذه ليست من أسماء الله الحسنى. طب ما هو الاسم الصحيح؟ ستير. اسم بأربعة ألفاظ، الستير والستير بالفتح تخفيفا وتضعيفا، والستير والستير بالكسر تخفيفا وتضعيفا، والثابت هذا من فين جبناها؟ من السنة. إن الله حي ستير، وفي رواية ستير، وفي رواية ستير، وفي رواية ستير. فعبد الستار يغير اسمه، وعبد الساتر يغير اسمه. فمن هنا لابد هنا تثبت أسماء الله بالكتاب والسنة. ومن هنا ألف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة كتابه الماتع بالقواعد المثلى في الأسماء والصفات الحسنى، فجمع 99 اسما، 66 من القرآن و33 من السنة، ومنها اسم الله الطيب. ومن أين أتى به؟ من حديث أبي هريرة عند مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. حاصل أن ثبوت أسماء الله الحسنى إنما تثبت من القرآن ومن السنة.